السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بوحدة من أكبر مركبات لإنتاج الرافعات بجميع أنواعها وأحجامها في الجزائر، واللي يقع في بلدية حسينداي وعنده عدة فروع في ولايات أخرى. حبينا نعرفكم بهذه الصناعة جد متطورة، واللي كانت استعملت عدة شراكات مع عدة دول، منها ألمانيا والصين، وألمانيا في أولا في ألمانيا الشرقية في بداية السبعينيات القرن الماضي. إذن بفضل هذه الشراكات والتجارب الكثيرة الطويلة التي أخذتها هذه الشركة المتخصصة في إنتاج الرافعات لمونتشاج وليمونت هيدروليك، واللي تستعمل كثيرا في الميدان الصناعي، وخاصة الرافعات اللي تستعمل في السوبمرجي اللي تعمل داخل المياه تحت الماء، تستعمل كثيرا في السدود الوطنية. وفي هذا الإطار نعرفكم بهذا هذا المركب الذي يقع في بلدية حسينداي، واللي بدون إطالة نخليكم تتابعوا تفاصيل هذه الصناعة الهيدروميكانيكية التي تسخر بها الجزائر منذ أكثر من 40 سنة. إذن نخليكم تتابعوا هذا الروبورتاج من إنتاج الإذاعة الوطنية، إذاعة التلفزيون الوطنية، ونخليكم تتابعوا. السلام عليكم. ميكانيكية حديثة وآلات للرفع والحمل وتجهيزات صناعية متنوعة، هذا ما يتم تصنيعه بإتقان بسواعد جزائرية داخل ورشات وحدة أليكو الواقعة بمنطقة الربوة الحمراء بحسينداي. أكثر من 60% من سدود الجزائر مجهزة بمعدات صنعت في ورشة وحدة الربوة الحمراء. من بين السدود اللي اشتغلنا فيهم سابقا كان سد بن سليمان وسد بن عمران، وحاليا نشتغل في سد الجدرة بولاية سوق هراس، والجفة بولاية معسكر. بالنسبة للرافعات العلوية لبونرولون ما يزيد عن 5000 وحدة، وانتجت أيضا في ورشات أليكو، ونغطي حوالي 35% من الإنتاج الوطني. قمنا بإنشاء عدة مشاريع، كانت الأولى والوحيدة من نوعها على المستوى الوطني، من أهمها آلة إزالة الأوحال والتي ستدخل حيز الخدمة في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله. والآن نحن بصدد تصنيع رافعات خاصة برفع القوارب سيدي بورتي كيليفاتو غاباتو، حيث أن الرافعة الأولى بقوة 250 طن ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، وبهذا تكون أول رافعة من هذا النوع صنعت في الجزائر بالتعاون مع شريك أجنبي رائد في هذا المجال، والتي تعد تحديا على الصعيد الوطني بنسبة إدماج تفوق 60%. من بين المعدات أيضا التي صنعت في وحدتنا وكانت الأولى أيضا من نوعها، هي آلة رفع الحاويات سبيدر، وهي أول آلة صنعت في الجزائر بعدما كانت تستورد من الخارج.
طاقة إنتاج تصل إلى 3000 طن سنويا، نجحت المؤسسة في تصنيع هذه الأنواع من المعدات الحديثة بعدما استثمرت في تكوين عمالها في العديد من الاختصاصات من أجل وضعهم في خدمة الابتكار وتطوير منتجات أخرى. عندنا متربصين حاليا، عندنا 16 متربص، كل ما تخرج دفعة نزيدو دفعة وحدة أخرى. دونك عندنا جامعيين يجيو لهنا يتربصوا عندنا، دونك كاين اللي يديروا لي ميموار دو فان ديتود، وكاين لي دي بيروت كورت سيجور. دونك بالنسبة لتكوين العمال، بالنسبة لتكوين العمال الإطارات نبعتو لهم، نديرو لهم دي سيمينار هنا ولا نبعتو للمدارس يتكونوا. وبالنسبة للعمال داخل المؤسسة نقوموا بلوتو فورماسيون، دونك عندنا أشخاص اللي مؤهلين هم يكونوا لنا الناس اللي مخصوصين التأهيل. أنا التحقت بهذه الشركة، أنا خدمت حداد، هذه الصناعة ديالي نخدموا لي بورولو. هاني دوك في الشركة الحمد لله، رزقني ربي في هذه الشركة، ما شاء الله كلش فيها يمشي ما شاء الله. واش خدماتي صبتها هنايا بزاف، كونوني بزاف، عطاوني تاني الفايس ما كنتش نعرفهم لي زاستوس، كي عطاوني تطورت اكثر واكثر في هذه الشركة، باسكو هذه الشركة تطور البنادم مليح، ما ملي قبلي طوروهم ما شاء الله. اخترت الوحدة هذه لأنها تحتوي على العديد من الماكينات والآلات التي تسمح لنا من تناول العديد من المعلومات. شكر خاص لها اللي فتحت أبوابها لنا من أجل التربص وأخذ العديد من المعلومات، وهذا لقينا نتيجة رفعنا من مستوى تاعنا التعلمي. مكتب دراسات نقوم بتجهيز المخططات للمنتوجات التي تصنعها وحدتنا، وذلك وفق المعايير الدولية، وبفضل البرامج الحديثة وفق التطور التكنولوجي التي وفرتها لنا مؤسستنا. بعد استلام طلبيات الإنتاج يتم التصميم الأول لمختلف المعدات للانطلاق في مرحلة تصنيع أحجام مختلفة من الرافعات الخاصة بالقوارب والحاويات، فضلا عن تجهيز محطات معالجة المياه السطحية والملوثة باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة لضمان الجودة المطلوبة. جاءت مؤسستنا إلى العمل على العديد من المشاريع في هذا المجال، من بينها محطة تصفية مياه كيميائية تقوم بتصفية المياه من المالح إلى صالحة الاستهلاك، ومحطة ثانية تقوم بتصفية المياه عن طريقة بيولوجية، وهذا بأنان جزائرية محضة وعمال وكفاءات جزائرية 100%. عندنا مصلحة التقطيع واللي هي ديبيتاج تاع لا ماتيير بريمير، مور ديبيتاج عندنا مصلحة الهياكل المعدنية والنحاسية اللي تدخل لي زاتيلي، ونبداو في مصلحة الإنتاج اللي هي لا شودروني ولو سوداج، واخيرا جوز معالجه السطوح اللي هي لا فينيسيون سبيرا كما راكم تشوفوا المنتوج تاعنا. تعمل الوحده على تصنيع بعض الاجزاء من القطع الميكانيكيه الدقيقه المستعمله في صيانه ماكينات الانتاج ولوازم ميكانيكيه اخرى لتلبيه الطلب المتزايد على هذه الاجزاء ولتعزيز القدرات التنافسيه للمؤسسه. بكل صراحه المنتوج تاعنا يلزم نفتخروا به بأيادي جزائرية، وعندنا مؤهلات وعندنا إمكانيات باش نقدروا المنتوج تاعنا قادرين نصدروه للخارج لماذا. تنويع المنتجات المصنعة والتركيز على إنتاج معدات مبتكرة بالاعتماد على أنظمة تكنولوجية حديثة أهداف رئيسية للمؤسسة من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية، وبناء شراكات مثمرة مع مؤسسات أجنبية، وفتح قنوات إضافية لاكتساب التكنولوجيا الحديثة والولوج إلى الأسواق الخارجية.